مساء الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا بحضراتكم مرة تانية. دايما بتكون قضية تعدد الزوجات محل الجدل والخلاف المتجدد داخل المجتمع المصري بين مدافع يعتبر التعدد شرع الله واجب تنفيذه، وبين معارض لفكرة التعدد باعتبارها تؤثر بشكل مباشر على الزوجة والأسرة والأطفال على حد تعبيرهم مشاهدينا الكرام. وزي ما احنا عارفين دايما عادة بتكثر الآراء وتتباين أيضا الاختلافات حول تعدد الزوجات، وهو الحق الذي أجازته الشريعة الإسلامية تحديدا للرجل، واستبعد بعض علماء الدين زي ما احنا عارفين مشاهدينا الكرام ذلك لصعوبة تحقيق شروطه المذكورة في القرآن الكريم، بينما جرمته أيضا بعض الدول العربية والإسلامية وأخرى قيدته. لذلك نفتح مشاهدينا الكرام اليوم قضية تعدد الزوجات من جوانب عديدة. معانا النهارده مشاهدينا الكرام للحديث عن هذا الموضوع الهام الدكتوره منى ابو هشيم رئيس ملتقى المراه العربيه والافريقيه. اهلا بحضرتك يا فندم. ومعانا كمان مشرفنا في الاستوديو الاستاذ محمد الغندور المحامي والمستشار القانوني. اهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقه موضوع تعدد الزوجات، نبدا الاول بالدكتوره منى ابو هشيمه، معلش احنا هنكون متحيزين لا لا بعض لا لا الشيء. لا بالعكس انا كنت هطلب كده. طيب احنا بدايه تعدد الزوجات من الموضوعات التي اثير حولها الجدل في الفترات الاخيره، وليس في الفترات الاخيره، طول عمرنا يعني دايما بيبقى في نوع من انواع الجدل. مبدئيا كده ماذا عن تعدد الزوجات، ولماذا اثير هذا الموضوع بشكل كبير خاصه على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في هذه الأيام؟ هناك منادى بذلك يا فندم دلوقتي. شوفي هقول لحضرتك على حاجة، دايما كل قاعدة بيبقى ليها استثناءات. القاعدة مش تعدد الزوجات، القاعدة الحفاظ على الأسرة المصرية في أحسن حالتها، على الأسرة، على الأطفال، على الزوج، على الزوجة، على حياتنا تبقى مستقرة. تعدد الزوجات مش هو مجال الجدل. نعم. الجدل في كيفية الحفاظ على الأسرة. نعم. حتى لو كان في تعدد زوجات، في اللي بيقول احنا مع تعدد الزوجات، وفي بيقول لا احنا مش مع تعدد الزوجات. تعدد الزوجات بيكون ليه محاذير وليه شروط وليه ظروف، كل واحد ظروف ومحاذير وشروط. طبعا. بمعنى يا فندم، بمعنى اني انا ممكن الزوج والزوجة يتفقوا على أني أنا مفروض أتزوج زوجة تانية، وزوجة بتبقى راضية جدا، وبالعكس بتبقى حياتها مستقرة جدا. وفي واحدة تانية مش بتقبلش، لا أنا مش عايزة يبقى في زوجة تانية في حياتك لأني مش مقصرة، ليه هتتجوز عليا؟ الراجل بيحس أن مراته هي كل حياته، لكن في شرط معين أو في قيد معين بيخليني لازم يكون في زوجة تانية. مثلا ما فيش أولاد فمضطر أتجوز. المهم يكون في عدل، المهم يكون في استقرار. نعم. أسري. المهم الولاد يكونوا مش ضحية تعدد الزوجات، أو يكون في أكثر من أسرة وأكثر من بيت. طيب أستاذ محمد، ربما أثارت الدكتورة منى أبو هشيمة نقطة مهمة جدا، أننا لسنا ضد تعدد الزوجات، ولكن يجب في المقام الأول أن يكون هناك يعني سؤال، لماذا يعني أتزوج بثانية أو بثالثة؟ لازم يعني يكون في أسباب معينة، زي مثلا عدم القدرة على الإنجاب، بعض الأمراض وما إلى ذلك. إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح؟ بتفق مع الدكتورة في اللي هي قالته كلها. وإحنا المفروض كله إن تعديل القانون أو إنشاء قانون من أول وجديد هو الهدف فعلا الحفاظ على الأسرة المصرية. التعدد هو جائز، لكن هو في الأصل امرأة واحدة، وجائز في الأصل امرأة واحدة، وجائز بشرط ان هو يعدل بين زوجاته. ودي مسؤولية كبيرة بتقع على الرجل، ان هو لازم يعامل الاثنين بنفس المعاملة في كل شيء، وده بيبقى صعب شوية. لكن لو في مشكلة مثلا مع زوجته مش هيقدر يكمل معاها، فبيضطر يلجأ للزوجة التانية، او كما تفضلت الدكتورة وقالت لو ما فيش اولاد فبيضطر يلجأ الى الزوجة التانية. لكن هي رخصة من المولى سبحانه وتعالى، لكن شرط فيها انه يتم العدل بين الازواج. هذه هي النقطة يا فندم، العدل هي كلمة مطاطة، يعني خلينا دعنا نكون متفقين انها كلمة مطاطة، وربما معايير العدل تختلف من شخص الى اخر. أكيد. طيب اذا حبينا نعرف كده كلمة العدل في كلمة ثابتة او مبدأ معين يتفق عليه الجميع.
العدل هي طبعا من وجهه نظري انا انه هو هيراعي مشاعرهم هما الاثنين زي بعض. نفس المعامله هتبقى واحده، زي ما بيخرج دي هيخرج دي، زي ما بيعامل دي كويس هيعامل دي كويس، سواء بقى كان الوجدان العاطفي الوجدان الشعوري المسؤوليه كامله. وده بيبقى صعب، يعني ان في راجل يعرف يعمل كده بين زوجتين او ثلاثه او اربعه ده بيبقى صعب، لكن لو قدر يعمل كده ما فيش مشاكل. يعني انا اول مره، لان الكثير من يعني وليس كلهم يعني بيقولوا لا احنا يعني مش موضوع ان هو صعب، ده هم بيحطوا تحته مليون خط، لا يعني عادي ان ممكن يبقى فيه تعدد، وانه ليس بالشيء الصعب ان يعدل بين الزوجين. ده القران قال كده، وان خفتم الا تعدلوا فواحده. طيب ولن تعدلوا أكيد. طب دكتور منى، يعني ربما بعض أساتذة الأزهر الشريف، نحن لن نناقش هنا كون الموضوع حرام أو حلال، لأن طبعا ده لأهل الاختصاص طبعاً، وهم أساتذة وعلماء الأزهر وأهل الدين، ولكن بعضهم يقول أنه في نقطة هنا مهمة يعني بتتلامس مع القوانين، يجب عدم صدور أي قانون يقيد تعدد الزوجات تحديدا. إلى أي مدى تتفقي مع ذلك؟ هو حاليا في مناقشة للقانون في تعدد الزوجات والسماح للزوج بالزوجة الثانية. السماح ما هو اوريدي عنده ان هو يتجوز الثانية والثالثة والرابعة. لا دلوقتي بقت بقيود. بمعنى بقى؟ بمعنى ان انا لازم اقدم طلب واقول ان عايز اتزوج، فبيحضر الزوجة الثانية او بيستدعوا الزوجة الثانية، القاضي بيستدعي الزوجة الثانية وبيخيرها. لو ارتضت تالي البند رقم 14 في القانون الجديد او اللي تقدمت بيه الاستاذه نشوى الديب عضو مجلس الشعب، وفي ثلاث بنود، الثلاثه احسن من بعض. اول بند ان القاضي بيتدخل وبيقول انت موافقه؟ لو وافقت تاخد كل حقوقها ويكون ملتزم قدامهم قدام المحكمه. ان اختلفوا بيدلهم ثلاث شهور. طبعا انا مش هتكلم في القانون لان اذا حضر الماء بطل التيمم. نعم. والاستاذ معالي المستشار هو هيتكلم، لكن انا بقول اني حطوا حته جميله قوي عجباني جدا، اللي هي ان القاضي بيديني ثلاث شهور اراجع نفسي. جميل. نضيف على ذلك انه بيتكلم معايا اسره مصريه وحكم عدل. صحيح. انت موافقه؟ وفي زوجات كتير بيرتضوا، لا ليه هحرم واحد من ان هو يبقى له اطفال؟ ليه انا ما عنديش مقدره؟ طيب ده ان في حاله ان لا يوجد اطفال، ولكن في حاله انها اسره مستقره وبها اطفال وليس هناك اي داعي للزوجه الثانيه من وجهه نظرها. طبعا قد يكون هناك وجهه نظر اخرى خاصه بالرجل، طبعا حقها هتقول لا مش موافقه، هتاخد جميع حقوقها كامله. ويكون مسؤوليه تامه على ان هو يوجد لها مسكن، هيكون مسؤول مسؤوليه تامه لرعايه الاطفال لحد ما يوصلوا 18 سنه اذا كان في اولاد، هيكون إن اذا كان هو مش مسؤول فرب اسرتها اذا كان والدها او والدتها هيكونوا مسؤولين عنها. وهناك البدائل كثيره. نعم. والقانون في صف الست وفي صف الاسره. تضيف على ذلك ده حتى احق ليها لو هي اتجوزت يحق لها ان هي تحتفظ باولادها، يحق لها انها تحتفظ بازواجها في القانون الجديد. طبعا انا شايفه ان القانون بيبص على الاسره لا على الرجل ولا على الست. صحيح. وده اللي احنا عايزينه. احنا مش عايزين نكثر من ابناء الشوارع، مش عايزين تفكك اسري. وبعدين احنا قبل ما نتكلم على الزوجه الثانيه والزوجه الاولى، طب ما نتكلم على الاستقرار الاسري. صحيح. احنا عايزين يكون في استقرار. احنا عايزين نكون مبدئيا نقول نبدا احنا اختار زوجتي ازاي واختار زوجي ازاي عشان يكون في استقرار. نسبة الطلاق زادت جدا جدا، وبنيجي نعول نقول عشان الحالة الاقتصادية. لا طبعا، هي في امور تانية كتير. انا اقدر افتح بيتين ازاي؟ ازاي في الظروف اللي احنا فيها، مش اللي مصر فيها، اللي العالم كله فيها. نعم. احنا عايزين يكون في استقرار اسري عشان يكون في انتاج وتبقى في مصر الجديدة اللي بنطالب بيها. وسياده الرئيس قال كده، ده قال كلمتين انا ما صدقتش ان في رئيس هيتكلم ويقول كده. حافظوا على اسركم حتى لو في بعض المشاكل، تعالوا على نفسكم شويه. جميل.
طيب الدكتورة منى قالت مهم جدا لا بنبص على مصلحة المرأة أو مصلحة الرجل، الأهم هو مصلحة الأطفال. حضرتك شايف أن قانون تعدد الزوجات أو بمعنى أصح هو تعدد الزوجات هو شرع من الله سبحانه وتعالى ولا جدال على ذلك، ولكن المناداة ومبادرات تعدد الزوجات على أساس أنه زادت نسبة العنوسة بشكل كبير جدا بين النساء وأنه يجب أن يكون هناك نوع من العدل في الأرض، خاصة أن نسبة النساء نسبيا أكثر من عدد الرجال. هل حضرتك تتفق مع ده أن ممكن يكون تعدد الزوجات هو سبيل للقضاء على ظاهرة العنوسة؟ أكيد هيساهم بشكل كبير. هيساعد بشكل كبير. فعلا العنوسة كبيرة جدا. تمام، ولكن كيف يمكن تحقيق هذه المعادلة الصعبة؟ القضاء على العنوسة وفي نفس الوقت الحفاظ على البيت الأول وعلى الأطفال. هي مشكلة كبيرة بصراحة، وخاصة في الظروف الاقتصادية اللي بيمر بها العالم كله مش مصر زي ما قالت الدكتور. صحيح. فيش حد هيقدر يفتح بيتين في الوقت الحالي. في الوقت الحالي. لكن هي التعدد فعلا هيساعد في القضاء على ظاهرة العنوسة، ده حقيقي. نعم. لأن فعلا نسبة النساء أعلى بكتير من نسبة الرجال. صحيح. طيب لو حبينا نتكلم مثلا في بعض الدول زي تونس، هي هناك قانون وضعي يقول أنه لا يجب أن يتزوج الزوجة بالزوجة الثانية وأن ذلك يعتبر جريمة إلى حد كبير يعاقب عليها الزوج إذا تزوج بالثانية. هل حضرتك بتتفق مع ذلك؟ لا مش بتفق معها طبعا. نعم. وبعدين القانون اللي موجود دلوقتي حاليا هو في قيد فعلا في تعدد الزوجات، بمعنى ان هو لو اتجوز بيعلن الزوجه الاولى، والزوجه الاولى لو مش موافقه بترفع طلاق للضرر وبتاخد كل حقوقها زي ما تفضلت الدكتوره وقالت. يعني هو فعلا اوريدي في القانون اللي موجود في فعلا قيد ان انت لو مش موافقه ان زوجك يتزوج مره ثانيه بترفعي طلاق للضرر وبتاخدي جميع حقوقك. صحيح. لان مفيش راجل هيوافق ان هو لازم عشان يجي يتجوز ثاني يقدم طلب او امر وقتي للسيد المستشار رئيس المحكمه عشان يوافق على الزوجه الثانيه، لان انت كده حضرتك بتسحبي منه حق واحنا بنتكلم على حقوق الانسان. طيب لما الزوجه بيرفض الزوجه ان ينفق عليها وتتقدم الى سياده المستشار لكي تقول له مثلا يعني تستغيث به لكي يصدر لها حكم بالنفقه، لماذا يرتضي ذلك ولا يرتضي ذلك وهو متنصل من نفقته؟ جميل. حضرتك بقى لو احنا عايزين نتكلم فعلا في الحفاظ على الاسره المصريه، نتكلم فعلا على اليات تنفيذ النفقه. ان فعلا ما فيش نفقه مؤقته بتصدر. صحيح. بتفضل شغاله الدعوه لغايه ما يصدر الحكم قدام المحكمه الابتدائيه، وبعد كده بيبقى من حق الطرفين سواء كان الزوج او الزوجه يعملوا استئناف، وبعد كده بيتم تنفيذ الحكم. نعم. آليات التنفيذ لها معوقات كتيرة وبيصعب التنفيذ. حتى في التحريات أو أن أنا أبين الدخل الحقيقي للزوج بيتقابلنا كمحامين إحنا بقى في شغلنا معوقات كتير. ولكن هناك اتجاه يا فندم أن يتم الاطلاع الآن على الحسابات السرية في البنوك الخاصة بالزوج. أنا موافق عليه. جميل. طيب دكتور منى، هناك من يقول أن تعدد الزوجات يقضي على ظاهرة العنوسة، ولكن هناك على الطرف الآخر من يقول الأفضل هو تسهيل الزواج للشباب الأعزب أو الفتيات بدلا من المناداة بتعدد الزوجات. إلى أي مدى تتفقين مع هذا أو ذاك؟ أنا أتفق مع تسهيل زيجة الشباب. نعم. وزي ما قلت لحضرتك في الأول أرجع وأقول تاني كيفية اختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح. أنا أختار صح، تستقر الأسرة، تستديم الحياة. نعم. مجيش أدور على أن أنا يبقى في زيجة تانية. أني مفيش استقرار. نعم. أنا مش مع أنا هقضي على العنوسة. إحنا اتفقنا أن الحلال والحرام ده مش بتاعنا. لكن عملية الاستقرار لازم يكون في اتفاق بين الاثنين. ولو قلنا زي ما معالي المستشار بيقول حقوق الإنسان من ضمنها حق المرأة إنها تعرف وترتضي، وده سهل جدا سهل جدا. نعم. لو الست ارتضت الحياة تبقى مستقرة.
ليه اغبن حقها؟ بالتأكيد. ليه اخد حقها وما اعلنهاش؟ ده دلوقتي في تلاعب ان الزوج بيخطر على عنوان خاطئ عشان هي ما تعرفش. والغش طبعا من الغش. وعشان كده القانون الجديد والتدليس القانون الحقيقة. الجديد قال ان الزوجه تحضر قدام القاضي وتوافق او ترفض. طيب معانا هدى من اسكندريه، اهلا بيكي هدى. استاذه هدى، هدى من اسكندريه اهلا بحضرتك. هدى من اسكندريه، اعتقد في مشكله في معانا استاذه هدى. طيب شكرا استاذه هدى، ممكن يعني تحاولي تكلمينا تاني. طيب استاذ محمد، سؤال بيطرح نفسه، الزوج طبعا احنا بنتكلم عن تعدد الزوجات، هناك وده منتشر فعلا في بعض الاحياء الشعبيه وموجود الحقيقه، بيتزوج بالاولى الثانية والثالثة والرابعة حتى، ولكي يتزوج بالخامسة يضطر إلى طلاق الزوجة الأولى التي قضت معه سنوات العمر، والتي ربما يعني خدته كده وهو لسه مبتدئ، ربما تكون ساعدته ماديا وبلغت من الكبر عاتيا، وبعد كده بيطلقها حتى لو ادها حقوقها، مجرد مثلا مؤخر صداق طبعا بيبقى بسيط جدا أو حاجة لا تذكر، وهي ليست حاضنة وليس لها مسكت، أين تذهب هذه المرأة؟ وكان السبب هو تعدد الزوجات. كيف يمكن للقانون أن يحمي مثل هذه المرأة التي بلغت من الكبر عاتيا وسابها عشان يتجوز للمرة الخامسة؟ المفروض الدولة هتتدخل وتوفر لها طيب مسكن، ما مش حل. ما هو احنا دلوقتي بنتكلم على القانون، هل مثل هذا الطرح لم يتم تداوله مثلا في أروقة الأماكن أو المؤسسات المنوط بها الحديث عن القانون وهذه القوانين المنظمة للأسرة والتعدد أيضا؟ أصل هي بيبقى ليها سكن لما بتكون حاضنة. طب هي ليست حاضنة يا فندم، احنا دلوقتي بنتعدد، الزوج الموضوع متروك على مصراعيه، والزوجة تتزوج الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هيطلق الأولى وده بيحصل، لما نشوفها حتى في الدول العربية كتير وفي كثير من الأماكن الشعبية الموجودة في مصر، أين تذهب هذه المرأة؟ أنا بقول لحضرتك الدولة تتدخل وتوفر لها مسكن. طيب حضرتك دكتور مولى، إحنا بنقول حقه وحقها، حقها لما ابتدى وابتدت معاه، يحق في الحالة ديت، وده من ضمن بنود القانون ان احنا لما يجي يطلقها او يتجوز عليها او يجيب الزوجه الخامسه عشان يطلق الاولى، نشوف كانت ثروته قد ايه. صحيح. وبعد كده بقت ثروته قد ايه، هي زي ما هي شريكته في الكفاح شريكته في المال. طيب هناك اتجاه في قانون الاحوال الشخصيه بان يكون هناك مشاركه للزوجه في حين الطلاق. وده اضعف حقوقها على فكره. المراه اللي معاها اولاد حتى لو زوجها ما ادهاش حقها اولادها بيسندوها، ده الاكثر احتياجا اللي ما عندهاش اولاد. ازاي هي ليست حاضنه؟ وبعدين احنا بنيجي دلوقتي كان وليس لها من ينفق مع احترام المعالي المستشار بيقول الدوله هتشيل ايه ولا ايه؟ الدوله بتبني. طيب دوله ليه يا فندم حاجه زي كده لا تثار يا فندم ويكون هناك قانون منظم لذلك؟ زي ما بالنادي بالتعدد، اين حق هذه المراه؟ طب هو لو ما قدرش يوفر لها مسكن ما يتجوزش الربح. طب اذا لم يكن هناك لديه القدره لتوفير مسكن لها فيطلقها، ملهاش مسكن، ملهاش بيت، ملهاش طبعا لا ينفق عليها بعد فتره من الفترات، ملهاش مرتب، ملهاش معاش، طب تروح فين؟ استاذه مع احترام حضرتك، فين اليات القوامه؟ ما عندوش القدره هيتجوز ليه؟ وليست حاضنه لكي تسكن يعني تروح. انا مع حضرتك ان هي في الحاله يعني دي مظلومه، تتسول او تطلق في الشارع يعني يا فندم؟ الوضع ايه؟ طيب طيب ما هو ده اللي حصل دلوقتي، بنقول التعدد. طيب وبعدين في المقابل هناك مسؤوليه، وان خفتم الا تعدلوا، طيب ما احنا هنفتح التعدد على مصراعيه، وزي ما حضرتك شايف ده اللي بيحصل حقيقه يعني. يبقى يلتزم يجيب لها مسكن يا فندم. تمام، بس يا دكتور منى، هو يلتزم من، ما هو القانون الذي يلزمه بذلك؟ اذا كان هو ملتزم من الاول هو مش هيعمل كده. حضرتك القانون اللي بيناقش حاليا بيضمن ده للست الحاضنه والغير حاضنه، الحاضنه وغير حاضنه، بيضمن لها سكن وبيضمن لها مصروفات وليها حق في رقبته. خلينا بقى بعيد عن القانون، القانون مفيش في القانون، فين روح القانون؟ مش دي اسست وروح الدين والشرع يا فندم؟ فين؟ نعم فين؟
حرام. وروح النص حتى ولا تنسوا ولا تنسوا الفضل بينكم. صحيح. معانا مصطفى من منين؟ السلام عليكم. ايوه استاذ مصطفى اهلا بحضرتك. اتفضل احنا معاك يا فندم. كنت عايز اكلمك. اتفضل. الو. ايوه مع حضرتك يا استاذ مصطفى. حضرتك بتكلمنا منين؟ استاذ مصطفى من محافظه الدقهليه. اتفضل يا فندم. طيب معانا الاستاذ علي لحد ما الاستاذ مصطفى يجي لنا تاني في على التليفون. معانا علي من بني سويف. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ علي. انا بشكر حضرتك وضيوفك الكرام يعني. شكرا يا فندم. اتفضل. احنا بنشكر حضرتك وضيوفك الكرام. شكرا جزيلا. والله لو كل الناس بيمشوا في شرع ربنا ما فيش حد هيظلم في الدنيا دي، لان ربنا اعطى كل ذي حق حق. نعم. واعطى للمراه حقها في مع زوجها، وان ما فيش حد يظلم الزوجه دي، يعني الزوجه دي لما يجي جوزها يتجوز عليها ويسيبها من غير مأوى ومن غير، لان ربنا سبحانه وتعالى قال وان اتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا تاخذونه بهتانا واثما مبينا. صحيح. صحيح. ثاني المفروض كل حاجه دي القانون ده بتشرع بشرع ربنا سبحانه وتعالى عشان نعم. يحفظ حقوق المراه اللي هي تتشرد بعد كده دي بعد جوزها ما يطلقها. نعم. هيبقى لها مأوى، يفرض ابوها وهم ميتين وما لهاش مأوى، هتروح فين الست الغلبانه دي؟ فاللي عاوز يعدل او اللي عاوز يتجوز المفروض بيطل تحت الامل تحت ايده الاول يشوف يعمل ايه فيها الاول. صحيح. عشان ربنا يوفقه بعد كده في الحياه الثانيه. لان هو ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش بالظلم، يعني انت هتظلم المراه اللي انت خدتها وتعبت وتعبت معاك وكبرتك في مالك وبيتك وفي كل ده، المفروض انت تراعي ربنا فيها عشان ربنا يراعيك بعد كده. لان انت هتبقى لك اولاد ولك بنات بعد كده ربنا هيرزقهم برضه باللي هيتعمل في انت هتعمله في الست دي هيتعمل في اولادك انت بعد كده. طيب وضحت الفكره الاستاذ علي من بني سويف. شكرا جزيلا يا فندم. طيب اهل بني سويف الكرام بلدي. والرجال هم اللي بيدافعوا عن السيدات، وعمر الراجل ما يظلم الست. طيب معلش معانا الاستاذ محمد من الشرقيه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا فندم. اتفضل يا فندم. والله في ظروف المعيشه الغاليه اللي الناس دي ده يعني صعب ان هو يتجوز تاني. طيب اهلا بك يا فندم. يعني هو حضرتك الموضوع متروك فقط للقدره الماديه حضرتك شايف؟ لا مش قدره ماديه بس صلى على النبي. هو دلوقتي انت في مجتمع شرقي. نعم. فالمجتمع الشرقي اللي انت بتتكلمي فيه لينا مطالب ولينا حقوق، والست المفروض ان جوزها بيتكفل بكل حاجه. صحيح. بكل مصاريفها وكل حاجه، حتى لو هي بتشتغل، وده يعني مبدا فكره الشغل للست ده مرفوض نهائي كمان. مرفوض نهائي ليه يا فندم؟ لا بالنسبه لنا ان الست لو طلعت تشتغل بتاثر على جوزها وهتاثر على عيالها. تمام. فبالنسبه لنا لا، ان الست مالهاش غير بيتها وغير جوزها. يعني حضرتك مش مع الزواج الثاني ام مع الزواج لا. الثاني؟ لا لا مش معاه طبعا. مش مع. شكرا جزيلا استاذ محمد. شكرا جزيلا. طيب تعليق سريع كده على مداخله الساده المواطنين. انا بحترم الاثنين اللي اتصلوا، وسبحان الله مش هنقول ان الصعيد، لا ده مش الصعيد ومش الشرقيه. صحيح. بني سويف والشرقيه، والاثنين رجال، والاثنين مع عدم التعدد، الاثنين حاسين ان الاسره استقرارها جميل. في عدم التعدد. طيب راي الاستاذ محمد سريعا قبل ما نطلع الفاصل. مع راي الدكتوره برضه. احنا قلنا ان الاصل هي امراه واحده. نعم. التعدد جائز، وقلنا ليه ضوابط اهمها العدل ان هو يعدل بينهم. طيب خلينا نقول امراه واحده تكفي. امراه واحده تكفي. شكرا جزيلا. احنا هنطلع فاصل قصير ثم بعد الفاصل في سؤال مهم لحضرتك، بس بعد الفاصل فاصل قصير ثم نعود مره اخرى مشاهدينا الكرام، انتظرونا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره تانية. بنفكركم النهارده موضوع حلقتنا مهم جدا، وهو تعدد الزوجات ما له وما عليه. ومعانا في الاستوديو الدكتوره منى ابو هشيمه رئيس ملتقى المراه العربيه والافريقيه، وايضا الاستاذ محمد الغندور المحامي والمستشار القانوني. اهلا بكم مره تانية. اهلا بحضرتك دكتور منى. احنا ايه راي حضرتك، ربما هناك بعض الجمعيات الحقيقه اللي هي بتنادي وبشكل كبير جدا
بتعدد الزوجات في هذه الفترة الأخيرة وليها مواقع على التواصل الاجتماعي ويب سايت والوضع إيه؟ ده زي ما بنقول دي استثناءات القاعدة. استثناءات القاعدة. القاعدة بمعنى. الأساس فيها قلنا زوجة واحدة تكفي الاستقرار الأسري، الحفاظ على العائلة المصرية. الحفاظ على العائلة المصرية مش بالتعدد، بالاستقرار الأسري، بالحفاظ على أولادنا، بعدم زيادة حالات الطلاق، بعدم زيادة أطفال الشوارع، بعدم زيادة القضايا اللي موجودة في المحاكم. إحنا عايزين نفضل لبناء مصر، عايزين نرفع من اقتصاد مصر. عمر ده ما هيكون وإحنا عندنا تفكك أسري. صحيح. التفكك الأسري بيجي من ضمن دوافعه اللي هو تعدد الزوجات. الأب فين والأم فين، ودي عايزة تحافظ على بيتها ودي عايزة تحافظ على بيتها. طب ما تخلينا واحدة زوجة واحدة تكفي. صحيح. وخلينا نحافظ على بيتنا. إلا زي ما قلنا المضطر ما دون عن بعض ذلك الأسباب. لكن الجمعيات اللي بتنادي بتعدد الزوجات أنا مش معاها. أنا رئيسة جمعية وبقول أنا عايزة أختار من البنات اللي لسه هيبنوا حياة زوجية جديدة أقول لهم الاستقرار الأسري. طب ماذا عن بعض الإحصائيات التي تقول أننا في مصر الآن نسبة العنوسة بلغت 13 مليون ما بين 3 مليون عازب و 10 مليون فتاة، حتى في العراق ليس فقط في مصر تقريبا نسبة العنوسة بلغت 70%. الحل إيه؟ الحل نيسر في الزواج، الحل تيسير في الزواج، ما نرفعش في نفقات الزواج. الحل في إن القادر يتحمل الغير قادر لتزويج الشباب. جميل. لو إحنا بقينا ميسرين في طلباتنا بعيد عن الذهب وعن النفقة والخلاف والحاجات اللي إحنا حافظينها دي مش هيبقى في عنوسة. إحنا مش هنعول العنوسة على إن تعدد الزوجات. صحيح. العنوسة بسبب ده. طيب جاي لحضرتك بسؤال مهم جدا. تفضل. نتخيل حضرتك تجسد شخصية الرجل الذي سيتزوج للمرة الثانية، ما هي الأفكار أو المبررات التي ربما تتبادر إلى ذهن حضرتك؟ وبما أن حضرتك متخصص في القانون وأكيد اطلعت على الكثير من الخبرات والكثير من القضايا على أرض الواقع، حضرتك إيه هي الأفكار أو إيه هي ممكن نقول المبررات التي قد تتبادر إلى ذهنك لتبرر لنفسك لا ان انا لازم اتجوز تاني دلوقتي لو هو مش سعيد مع مراته؟ بمعنى فن يعني ايه؟ يعني لو في مشاكل كتير معاها مش مرتاح معاها هيضطر ان هو. طب نعكس السؤال، يتجوز تاني. تمام. طب لو طيب يا فندم، طب لو نعكس السؤال، لو المرأة غير سعيدة مع زوجها هل من حقها أن تطلب الطلاق لمجرد أنها ليست سعيدة أم أن هناك مبررات أخرى تحتم التوائم مع الحياة مثل مثلا الأطفال الاستقرار؟ يعني هي مسألة السعادة برضو، ما هي برضو مسألة مطاطة. تمام. ومن حقها برضو تطلب الطلاق لو هي مش سعيدة معها، ده حقها. طيب يعني حضرتك هقول لحضرتك على حاجة وبمنتهى الصراحة، هي نسبة الطلاق عالية جدا بسبب مشاكل كتير موجودة عديدة، ونسبة الطلاق الصامت في الأسر المصرية كبيرة جدا برضو. الطلاق الصامت دي نقطة مهمة جدا بقى، بسبب ان الاتنين عايزين يمشوا المركب. الاتنين بتوصل بيهم الحال ان هم بيكرهوا بعض جدا، مبيبقوش طايقين بعض لدرجة ان هم ممكن يكونوا البيت ده بالنسبة لهم زي الفندق. يعني لا هو عارف عنها حاجة ولا هي عارفة عنه حاجة، هما بس القصة كلها ان ده مبيت. نعم. وده برضو بيعمل مشاكل كتيرة وبتوصل في الآخر للطلاق لو ما فيش حلول جذرية للمشاكل اللي موجودة بينهم. وكل ده بيعود على الأطفال بحالة نفسية سيئة جدا، ودي منها برضو ظاهرة أطفال الشوارع بالشرط ان هو التعدد بسبب الخلافات الكتيرة اللي بتبقى بين الزوج والزوجة. الأطفال بيتعبوا نفسياً وممكن يتركوا البيت ويمشوا ويفضلوا موجودين في الشارع. طيب برضو سؤال تاني بيطرح نفسه، معلش هو سؤال بيجيب سؤال. حضرتك قلت الطلاق الصامت، حضرتك شايف أن الطلاق الصامت الحل الوحيد دي هو الزواج الثاني أم الطلاق فقط؟ والله لو هم هيقدروا يحلوا المشاكل بينهم، يكون في حكماء من أهلها ومن أهله ويقدروا يحلوا المشاكل، خاصة لما بيكون في أطفال والدنيا هتمشي، يا ريت يكملوا مع بعض.
لكن لو وصلت لطريق مسدود هذه المحاولات بقت بالفشل الوضع يكون يبقى في غير طلاق، لان ممكن تحصل جريمه قتل. وشفنا في الايام من اشهر قليله كان في فعلا جرائم قتل، سواء بقى الزوجه هي اللي بتقتل او الزوج اللي بيقتل. انا يعني اتمنى ان يكون علماء الدين، نعم، سواء الازهر او الكنيسه وعلماء النفس والاجتماع، يعني يدرسوا كل الحالات دي، لان فعلا نسبه الطلاق يعني بقت رهيبه كثيره وبتقلق المجتمع، وده خطير طبعا جدا على المجتمع، لان الاسره المصريه هي قوام المجتمع. طيب معانا الاستاذه هدى من اسكندريه، اهلا بحضرتك استاذه هدى. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه استاذه هدى اتفضلي يا فندم. ايوه اتفضلي. بقول لحضرتك انا زوجه ثانيه، انا هدى اسكندريه مع حضرتك سامعيني؟ ايوه انا معاكي يا استاذه هدى اتفضلي. اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك انا زوجه ثانيه، وبعدين انا اتظلمت خالص في الفتره الثانيه دي، وهو كان على ذمته واحده ثانيه بتدخلني، وانا تزوجت من واحد قال انا راجل حسيت الناس بيكوا، وبعدين هو دلوقتي ظالمني وسايبني بثلاث توائم، انا ربنا كرمني منه بثلاث توائم بعد كام بيدور على الخلفه بقاله 12 سنه. طيب استاذه هدى حضرتك كنت عارفه بالزواج الاول؟ انا كنت عارفه ومراته كانت عارفه، فهو قال لي انا هتجوز وهقعد ما بينكم. دلوقتي انا بعد ما جبت الثلاث توائم دي خلفت بعد مني سنتين جابت ولد، ودلوقتي انا قاعده بالثلاث ولاد ولا بيسال عليهم، ما بيعملهمش غير مصاريف كل شهر، ما بيدورش ولا بيسال عليهم. طيب لما اخذتي القرار يا استاذه هدى بانك تتزوجي للمره الثانيه، يعني كان قرارك مبني على ايه؟ انا لما جالي قال لي انا هقعد ما بينكم، وبعدين انا كان جاي لي قال لي انا حاجه بيت ربنا وهقعد بينكم، قسما بالله من اول يوم اخذته فيها وهي قالت ما بيني، يعني الليله اللي كتب عليا فيها هو بيت عندها. طيب بالنسبه لي علاقتك بيها الزوجه انا ظلمت بصراحه، وانا حاسه ان انا مظلومه. طيب يا استاذه هدى يعني احنا خلاص احنا بنتكلم على واقع دلوقتي، احنا خلينا نقول علاقتك ايه بالزوجه الاولى؟ انا ما حسيتش شايفها معايا لان انا قاعده في بيت عيله. طيب علاقتك ايه بالزوجه الاولى؟ انا مقدره اللي حضرتك فيه يا استاذه هدى، ولكن انا بتعالج عند دكاتره نفسيين من الظلم اللي وقع عليا. والله يا دكتور انا مش طيب زوجته الاولى هل انا الثلاثه عندي انا مش عارفه اطلع بيهم ازاي ولا فيهم ازاي، انا نفسي دي متدمره، هو راجل ما بيتقيش ليه والله اللي معصيه اللي انا عامل عشان ليه. لا اله الا الله. ولما بقول له انت ازاي بتحطي المال وتتهم وتتعلي انت لو انت ظالم واحد الثلاثه عيني، يقول لي انا مرتاح كده. فاهم حاجه عنده يرزي مراته الاولانيه على حساب ولاده. طيب انا حاسه بظلم جامد بصراحه، مش حد يا ربنا، انا ما عنديش حد يقفني من العسل ده اللي مخليهم متعودين. وبتيجي مامتي تحتني وبعدين. طيب يا استاذه هدى خليكي معانا. دكتور منى، هل ممكن الجمعيه بتاعت حضرتك تقدم لها مساعده وتنصحيها بايه؟ بس انا عايزه اقول على حاجه، وشاهد شاهد من اهلها، ادي زوجه تانية بتشتكي وليست الزوجه الاولى. لا، الزوجه التانية هي اللي دايما بتبقى مظلومه مش الزوجه الاولى، على العكس انت ارتضيت ان انت تبقي زوجه تانية بتكوني في الظل، بتاخدي اللي فاضل من البيت الاولاني. نعم. الا لو واحد مقتدر ومش هنقول يتقي الله يعني. طيب استاذن الاعداد ياخدوا رقمها عشان أوي تتواصل أوي مع أوي حضرتك. عنينة يا دكتوره عنينا ليها، عنينا ليها. وان شاء الله يعني نحاول ان احنا نقدم لها باذن دعم الله ومساعدة باذن الله. احنا تحت امرها وتحت امر اي استاذ محمد. حضرتك تقول لها ايه؟ السكوت ده معناه كبير قوي، ده التنهيده يعني كمان تحتسب يعني احيانا يكون الصمت ابلغ من الكلام. زي ما بيقولوا أشباه رجال، وفعلا في سيدات كتيرة مظلومة، وبرضه في المقابل الناحية التانية في سيدات للأسف لا يعني أنا آسف اللفظ بيفجروا في الخصوم، حتى لو خدت حقوقها بيبقى كل اللي هي عايزاه عايزة تحبسه. فعشان كده احنا بننادي ان القانون اللي هيطلع يبقى فيه توازن، صحيح، لا هيبقى على طرف الزوج ولا طرف الزوجة. نعم. وده اللي هيحقق الاستقرار. طيب للأسرة المصرية. حضرتك استاذ محمد يعني محامي، وهذا هو يعني تخصص حضرتك الدقيق، واكيد يعني قابلت الكثير من القضايا. هل جيل حضرتك زوجه عايزه تنفصل لان زوجها عايز يتزوج عليها او يتزوج عليها زوجه اخرى؟ يعني جيل حضرتك كده هو من حقها؟ انا بقول لحضرتك من حقها، ادام مش راضيه من حقها. وبقول لحضرتك ان ده موجود فعلا في القانون الحالي، ان هو لما بيتزوج باخرى لازم يعلنها، هي مش موافقه بتلتجئ للقضاء، بترفع طلال للضرر
وبتاخد وبتتطلق فعلا وبتتطلق فعلا ايوه بتاخد بتتطلق فعلا وبتاخد كل حقوقها طلاق للضرر مش خلع وبتاخد كل حقوقها. طيب هناك من يقول انه يجب لكي يكون هذا الطلاق جائز او يكون هذا الطلاق صحيح انها لا تشترط عليه بعد يعني في حين هو مثلا هيقول لا انا هتجوز تاني، لا ما ينفعش انها تقول له ما تتجوزش لان ده حق اصيل شرعا، ولكن اذا اشترطت عليه في بدايه الزواج بان يعلمها قبل الزواج فيجب عليه ان يعلمها والا فستطلق. ده حقها وده موجود في القسيمة ان في شروط خاصة بيتفقوا عليها هما الاثنين، ده حقها. طب لو ما اتفقتش يا فندم وما كانش مكتوب في عقد الزواج هذا الشرط، لو هيتم تعديل القانون بالبنود اللي هي قالت عليها الدكتورة هيبقى برضو حقها، هتحضر قدام القاضي في خلال 60 يوم وموافقة ان هي تكمل على كده تمام، مش موافقة هتتطلق وتاخد حقها. لكن لو عدت سنة من زواجه بالتانية يبقى هي كده ارتضت ضمنيا ان هي موافقة ان هو اتجوز عليها وتسقط في هذه الحالة حقوقها بالظبط اذا كده طلبت بالطلاق لان تعدت سنة. تمام. طيب دكتور منى حضرتك رأيك ايه فيما يتعلق باشتراط الزوجة على الزوج ان يعلمها في حالة زواجه الثاني، لان هناك من يقول ان مجرد الاعلام قبل الزواج في حد ذاته مرفوض. لا، مين اللي قال مرفوض؟ هناك من ينادي بذلك ويقول لا، مشروع القانون الجديد اللي بطلب به الأستاذة نشوى واللي موجود في المجلس حاليا بيقول ان لا يجوز عقد القران الا بموافقة الزوجة الاولى، ولو ما وافقتش الزوجه الاولى لا يجوز عقد القران. لا يجوز عقد القران، لا يجوز عقد القران، ولكن قد يتعارض الى حد ما مع بعض الذين يقولون ان ذلك قد يتعارض مع النص اصلا. او استاذه حضرتك بتقولي ومعالي المستشار بيقول حق الزوج وحق الزوجه، وحق الاطفال فين؟ نعم. انا ما اخترتش ابوهم. صحيح. انا اخترت لهم اب وهو التاني اختار لهم ام، لازم اجي على نفسي. يعني ايه حقي وحقك وحق اولادنا فين؟ هي ايه معنى السعاده؟ السعاده هو الاستقرار الاسري، السعاده في ان انا بشوف ابني بيتربى قدامي. السعاده مش في الطلاق. نعم. ابدا، الا في حاجه في الضروره القصوى اللي وصلت للاستحاله في العيشه. نعم. ودي بلاقيها قليله جدا. لكن عشان اقول حق الزوجه وحق والسعاده، لا، حق الزوج وحق الزوجه في ربايه ولادنا، في بيت سعيد يلم الاسره. صحيح. احنا بنبني كيان ولا بنهد؟ الطلاق هد الكيان وهد الاسره. عمري ما بحب اسمعها. طيب استاذ النائبه نشوى اديب معانا على التليفون. استاذ اهلا بحضرتك. سياده النائبه اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك صاحبة هذا التعديل المقترح، قول لنا كده تفاصيل هذا التعديل يا فندم فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية الجديد، خاصة البند المتعلق بتعدد الزوجات. في الحقيقة تعدد الزوجات نحن لا نمنع ولا والعياذ بالله تعدد الزوجات. هو أمر مباح من عند الله، ولكن نعم. جاء لرخصة من عند الله سبحانه وتعالى، وليس حق مباح لأي وقت وكل وقت. رخصة زي مثلا واحد صايم فبياخد رخصة عشان هو عيان، فبياخد رخصة علشان يفطر، وبالتالي الرخصة دي لا تستخدم إلا بالشروط، والشروط هنا ربنا حددها بالعدل. وبالتالي لما في القانون في المادة 16 احنا عملنا مساعدة للرجل على أن يعدل، وبالتالي جعلنا التعدد برخصة من المحكمة. نعم. إن من يريد التعدد يذهب إلى المحكمة يأخذ هذه الرخصة، تعلن الزوج أو الزوجات بأن الزوج سيتزوج عليها، وعليها أن تحضر لتدلي برأيها هل أنها توافق أو لا توافق. إذا وافقت تحدد. نعم تفضلي أنا مع حضرتك. سيادة النائبة نشوى ديب حضرتك معنا، سنعود الاتصال بها مرة تانية. طيب النائبة نشوى ديب تفضلي يا فندم. ايوه، اذا وافقت الزوجه خلاص هي براحتها،
ولا انها تطلب من الزوج رعايته لاولاده ورعايتها وان ما يقدرش و و و نعم. وفي نفس الوقت بيبقى في ايديها حق انها تطلق اذا هو لم يلتزم بكل ما وعد به امام المحكمه. طب يا فندم هل في هذه الحاله عفوا اسال حضرتك سؤال معلش عشان بس حضرتك من حقها ان تطلق اذا ثبت انه لم يعدل، كيف تثبت المراه انه غير قادر على العدل او لا انه لم يعدل؟ لا انا ما قلتش كده، انا قلت ان التعدد بترخيص من المحكمه برخصه من المحكمه نعم. بيروح للقاضي بيقول له انا عايز اعدل، فبيعلن الزوجه الزوجه اذا وافقت فخلاص يعني هي حره، اذا ما وافقتش لها ان تطلق ان تطلب الطلاق وتاخذ كل ما حقوقها. وساعتها برضو القاضي يضع مع هذه الرخصه كل ما يترتب على الطلاق، الاولاد هيعيشوا فين، المسكن الحضانه، الانفاق، النفقه، والحاجات كل ما يترتب على مساله الطلاق تبقى موجوده في نفس الدعوه اللي موجوده امام القاضي. طيب. وبالتالي هنا بنساعد الزوج على ان يقيم العدل، بمعنى ان مساله العدل هنا في انها ان الزوجه تقرر ما تشاء لنفسها، هل تستكمل الحياه او لا تستكمل. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام رفض أن تتزوج السيدة الإمام علي رضي الله عنه على ابنته. التعدد في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام جاء كان يأتي بأمر إلهي لأنه هو الرسول ليضع أحكاما وشرعا، ولكن التعدد جاء في الإسلام إنما جاء حاول ان هو يقنن ويقلل العدد، لان نعم. كان في الجاهليه بيتم الزواج لعشرات و50 واحده. طيب. عفوا سياده النائبه خليكي خلي حضرتك معايا الدكتوره منى ابو هشيمه والاستاذ محمد الغندور، اي سؤال لسياده النائبه نشوى الديب؟ الاول انا بشكر سياده النائبه على مشروع القانون، اهلا بك يا استاذه، ومبسوطة جدا بالقانون وخاصة المادة لنا شرف 15 و16 اللي بتتكلمي فيهم اللي هم بيضمنوا حق المرأة تماما، وبتمنى انه يفعل في أقرب وقت بإذن الله عشان نضمن الاستقرار النفسي للأسرة قبل ما يكون حق الزوج وحق الزوجة، فاحنا بنقول حق الولاد وحق استقرار الأسرة وبناء أسرة مصرية سعيدة. شكرا شكرا شكرا. طيب استاذ محمد، انا بهذا الراي وبتمنى بجد يكون في تأييد لهذا لمشروع القانون. الحقيقه احنا حاولنا ان احنا نوزن المواد بميزان العدل، لم نكن مع المراه ولم نكن مع الرجل، وانما كنا مع العدل ولمصلحه الطفل صرنا. تمام. طيب استاذ محمد، هل كلمه توجهها الى سياده النائبه نشوى؟ كلمة أو سؤال. هي سيادة النائبة وضحت إن هو بياخد رخصة من المحكمة، وإن صحيح. الزوجة بتحضر لو مش موافقة بتتطلق وبتاخد حقوق. تمام، أنا موافق على كده. تمام. أحسن ما ترفع طلاق للضرر. على فكرة ده قول الإمام الأكبر شيخ الأزهر، التعدد رخصة أحمد الطيب. الشيخ أحمد الطيب. أنا يعني فاهم يا فندم. نعم، والإمام محمد عبده نفسه يعني رحمة الله يعني بالعكس، ده الإمام محمد عبده نصح الحكام الحاكم ان هو يوجد تشريع لتقنين وتنظيم التعدد، وقال عنه انها مفسده للاسره، ومفسده الاسره تنتمي الى مفسده المجتمع ثم مفسده الامه نفسها، ده قول للامام محمد عبده. نعم. انا متفق مع حضرتك يا فندم، واحنا قلنا ان الاصل هو زوجه واحده. نعم. والتعدد جائز بشرط العدل. بالظبط. شكرا. أنا سعيده بكم جدا، واحنا سعداء جدا بحضرتك. شكرا جزيلا سياده النائبه نشوى الديب، اشكرك جزيل الشكر.
طيب حضرتك احنا اتكلمنا على الامام احمد الطيب، ربما استوقفني هنا تصريح للشيخ احمد الطيب وقال فيه ان رخص تعدد الزوجات تحديدا لم تاتي في ايه منفصله او حكم مطلق دون تقييد، وانما ورد في سياق ايه قرانيه كانت تدافع في الاصل عن اليتيمات من الظلم الذي قد يتعرضن له من قبل بعض الاولياء عليهن، وهو ما يجعلنا نستحضر الظلم الذي قد تتعرض له الزوجه الاولى بسبب التعدد اذا لم يتم الالتزام بالشرط المتعلق به وهو العدل. هذه كانت مقولة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب حين أدلى بدلوه في هذا الأمر، تعليق حضرتك. أنا متفق مع فضيلة الإمام وفعلا الشرع قال إن الأصل هو زوجة واحدة، نعم، وإن خفتم ألا تعدلوا، والقيد هو العدل، وعشان كده فضيلة الإمام على ما أتذكر قال إن الزواج الثاني محرم او غير مستحسن في حاله عدم تحقيق العدل، فده هيرجع ان الاصل هي زوجه واحده. نعم، كلمه اخيره من حضرتك دكتور منى ابو هاشم. لما سمعنا سياده النائبه وهي بتتكلم بتقول القانون اللي احنا اللي هو في صدد صدوره قريب ده بيضمن حق الزوجه وحق الزوجه، نعم، يعني بيتكلم عن حق الرجل، واللي اتكلمت عنه مين؟ امراه سيدة. صحيح. والسيادة الشيخ الطيب فضيلة الإمام لما اتكلم عن حق المرأة، نعم، فاحنا بنلاقي التوازن. سيادة النائبة بتتكلم عن حق الرجل قبل ما بتتكلم عن حق المرأة وبتقول احنا عايزين نطبق العدل، وفضيلة الإمام بيتكلم عن تطبيق العدل، يبقى الأساس في الموضوع هو العدل. نعم. ولما نيجي نتكلم عن العدل فالعدل للأسرة بأكملها، مثلث ما ينقص منه ضلع، والاطفال الام مهم جدا، الاب الاطفال، هو الاطفال اهم، وبنقدم مصلحه صحيح. الاطفال لان هم دولت بنات المستقبل، هم دولت الاسره، هم دولت المجتمع، ومجتمعنا يخوى باطفالنا. طيب بالجيل الجديد. اكيد. كلمه اخيره حضرتك الاستاذ محمد الغندور فيما يتعلق بتعدد الزوجات وايضا حق الطفل، يعني هو يعتبر له الاولويه الفضلى زي ما حضرتك قلت. كلمة أخيرة من حضرتك يا فندم. أنا موافق على المشروع القانون فيما يخص موضوع التعدد وفيما يتعلق بالأطفال أيضا، حضرتك كان ليك دلو في هذا الموضوع بالأطفال، وربما أيضا الموضوع ليس له علاقة بالقدرة المادية ولكن أيضا متابعة الأطفال نفسيا معنويا ماديا، هل سيستطيع أن يجمع الطرفين بين، يعني الموضوع طبعا نقطة مهمة كان حابة أتكلم فيها ولكن عفوا لضيق الوقت. هي مسؤولية الطرفين سواء الزوج والزوجة سواء كانوا متزوجين أو بعد الانفصال المتابعة، يعني حتى لو صحيح. انفصلوا يعني المفروض ما يبقاش فيه، لأن للأسف في البعض سواء من هنا أو من هنا بياخدوها حرب. صحيح. أنا صحيح. عايز أنتصر، أنا صحيح. عايز أذل الطرف الثاني، وبينسوا الأطفال. فياريت في الحالتين يبقى الهدف الأساسي والمسؤولية المشتركة بين الاثنين الأطفال. صحيح. الحياة هو حوار، يعني الحياة حوار بناء جدا، نتمنى طبعا إن شاء الله أن يكون حلقتنا لقت صدى عند الكثير من الناس، وربما تكون حتى ولو استطعنا يعني بهذه الحلقة أن احنا حتى نجمع حتى اتنين في بيت واحد احنا نكون سعداء جدا. شكرا جزيلا الدكتورة منى أبو هاشيمة رئيس ملتقى المرأة العربية والإفريقية، أشكرك جزيلا. أنا اللي متشكرة لحضرتك جدا وللقناة اللي كنت متخيلة أن هي قناة زراعية بس، لكن لقيت أن القناة دي بتهتم بكل حاجة ومن أولها الأسرة المصرية. احنا متشكرين لكم جدا. احنا سعداء جدا جدا، نورتينا يا فندم. والشكر موصول لحضرتك أستاذة محمد الغندور المحامي والمستشار القانوني، أشكرك جزيل الشكر. أنا اللي بشكر حضرتك جدا وبشكر القناة، وسعيد أن أنا طلعت مع حضرتك، وسعيد أن أنا طلعت مع الدكتورة منى، وبشكرها جدا. شرفتنا ونورتنا. ونورتنا دكتور منى. مشاهدينا الكرام، الحياة احنا بنعول كثير على يعني النظرة إلى الأطفال، زي ما احنا بنقول الأولوية الفضلى دائما إلى الطفل، لسنا مع المرأة أو مع الرجل، نحن مع استقرار الأسرة ومع
الأطفال واستقرار الأطفال سواء بدنيا نفسيا اجتماعيا في المقام الأول، لأن الأطفال دول هم إن شاء الله شباب المستقبل وهم القوة الواعدة التي ستبنى على أكتافهم مصر الجديدة كما نقول، وكما أيضا يهتم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهتم بها القيادة الرشيدة والدولة الجديدة. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، والشكر موصول لفريق الإعداد وفريق الإخراج وأيضا الفريق الفني خلف الكاميرات، يعني شكرا جزيلا، أشوفكم بكرة إن شاء الله. تحياتي، كنت معكم أنا رانيا البليدي، إلى اللقاء.